اتفضل. ساكت ليه يا عزيز؟ اللي اعرفه عنك ما شجعش على الكلام. انا كنت فاكراك جاي توصل صلة الرحم، لكن الظهر ابوك وعرفة سمموا ودانك وخلوك تشيل مني. ما تحاوليش تبرئي نفسك، انا عارف عنك كل حاجة. انت عايز ايه مني يا عزيز؟ وايه اللي جابك؟ عايزك تعملي حاجة صح ولو مرة واحدة في حياتك يا مرات عمي. وايه هي الحاجة دي؟ مريم بنتك محبوسة بتهمة ما ارتكبتهاش، جريمة قتل، وأنا وأنت عارفين مين هو القاتل. هو ده اللي جابك يا عزيز؟ مريم بنتك طول عمرها ضحيتك، سيبتيها بلدها وعيشتيها في جو مسموم وبعدتيها عن أهلها، لكن مش لدرجة إنها تتحبس مكانك. أنا ومريم ضحية، ضحية أبوك وعرفة. ما ترميش بلاكي عليهم، خلينا في موضوعنا دلوقتي. مريم لازم تخرج من السجن. ده موضوع يخصني انا وبنتي، دخلك ايه؟ دخل اللي بحب مريم يا ست. يا عزيز انا عيانه، ايامي في الدنيا معدوده. طب ده ادعى ان انت تعملي خير عشان اخرتك. مش هقدر يا عزيز، مش هقدر. انت مش ممكن تكوني يوم، مش ممكن تكون مريم بنتك. انت ايه؟ قلبك حجر؟ الله يسامحك يا عزيز. يا شيخ انا لو بايدي كنت قتلتك. اعملها يا عزيز، اعملها وريحني من الدنيا. هيحصل يا مرات عمي، هيحصل.